الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة. أهلا بك أمل، أهلا بحضراتكم، وبداية بأبرز العناوين. تحقيق يكشف عن ضلوع إسرائيل في قصف موقع احتفال يهودي في 7 أكتوبر على حدود غزة. عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم 44 على التوالي. اليونيسيف تدين الهجمات الإسرائيلية على المدارس بقطاع غزة وتقول إنها تشعر بصدمة لاستهداف الأطفال والمدنيين. كشف تقرير نشرته صحيفة آرتس الإسرائيلية أن تحقيقات المؤسسة الأمنية في إسرائيل ترجح أن حركة حماس لم يكن لديها علم مسبق بمهرجان نوفا الذي كان يقام في 7 أكتوبر قرب الحدود مع قطاع غزة. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر في الشرطة الإسرائيلية أن التحقيقات أوضحت أن مروحية قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت إلى مكان الحادث وأطلقت النيران على منفذ الهجمات، ولكنها قتلت بالخطأ عددا من المشاركين في المهرجان. وفي لقاء مع راديو الإسرائيلي قالت إحدى شهود العيان التي كانت متواجدة في المهرجان، قالت إن القوات الإسرائيلية قتلت بعض الرهائن وإن عناصر الفصائل الفلسطينية قاموا بمعاملتهم بإنسانية ولم يريدوا قتلهم. من ناحيتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن التحقيق الأولي للشرطة الإسرائيلية حول قصف الاحتفال في غلاف غزة يكشف عدم صحة المواد الإعلامية التي فبركها الاحتلال لتبرير عدوانه على القطاع. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي خلف دمارا كبيرا في منطقة الاحتفال وجزء من المستوطنات بعد أن تم تفعيل بروتوكول هانيبال الذي يمكن شرطة وجيش الاحتلال من تنفيذ عمليات القتل. وينضم إلينا من مارسيليا الدكتور ناصر القدوة وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق. أهلا بك دكتور. بداية، وزارة الخارجية الفلسطينية قالت بأن التحقيق الأولي للشرطة الإسرائيلية حول قصف الاحتفال في غلاف غزة يكشف زيف المواد الإعلامية التي فبركها الاحتلال لتبرير عدوانه على القطاع. لو تعطينا تفاصيل أكثر عن هذا البيان أو هذه التصريحات. يعني هذا على ما أعتقد أنه منقول عن وسائل إعلام إسرائيلية وتحديدا صحيفة هارتس التي قالت هذا الكلام بشكل واضح فيما يتعلق بهذا المهرجان الموسيقي الذي كان قائما في 7 أكتوبر. على كل حال، أنا الحقيقة بدأ ينمو لدي شعور أنه يمكن ما يكونش في فائدة في هذا النقاش الذي يهدف إلى إثبات المسؤولية الإسرائيلية. يعني لا يوجد أحد يستمع. ما أخشى أن حرب الإبادة الإسرائيلية المدعومة بشكل كامل من الغرب وبشكل خاص من الولايات المتحدة الأمريكية، وربما بسبب ضعف الطرف الداعم للشعب الفلسطيني، دكتور ناصر، نعم، إذا دكتور ناصر، واتهامات ازدواجية المعايير إلى آخره، أخشى أنها تقوض كل المنظومة الدولية، تقوض القانون الدولي، تقوض ما بناها المجتمع الدولي إثر الحرب العالمية الثانية، وهذا أمر في منتهى الخطورة تتحمل إسرائيل وتتحمل الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عنه.
إذا دكتور ناصر، هناك ازدواجية معايير يتبعها يعني الحكام في الغرب، كيف تصف ما يحدث في غزة، وما هو المطلوب دوليا لإيقاف هذه المجازر التي ترتكب بحق الأبرياء العزل والمدنيين والأطفال في قطاع غزة؟ في غزة هناك حرب إبادة تقوم بها إسرائيل، وأنا أعتقد أن المسؤولين الإسرائيليين يعني أصيبوا بحالة من الجنون بسبب ربما الدعم غير المشروط المقدم لهم غربيا، وبسبب ضعف الجانب الآخر كما أشرت قبل قليل. أما عن سؤالك ماذا يمكن عمله، الحقيقة يعني لا يمكن التعويل الآن على هذا المجتمع الدولي بشكله الحالي. ربما إذا تمكن الشعب الفلسطيني من الصمود بشكل أطول، وربما إذا عمل الجانب العربي والجانب الإسلامي وبعض الأصدقاء على تطوير قدراتهم بشكل معقول، يغيروا معادلة القوة القائمة، وقتها سوف نتمكن من فرض بعض الأمور على الجانب الإسرائيلي. حتى ذلك الوقت يمكن لنا أن نعد الأمور، يمكن لنا أن نذهب إلى محكمة الجنايات الدولية، يمكن لنا أن نتحرك في مجلس الأمن، يمكن أن يستمر الإعداد، ويجب أن يستمر الإعداد، بس بصراحة يجب أن لا يكون لدينا يعني آمال كبيرة في هذا النظام الدولي الذي ذكرت أنه يبدو ما قامت به إسرائيل يدمر هذا النظام الدولي بشكل كامل، ولهذا تبعات خطيرة للغاية على كل الوضع الدولي بشكل عام. طيب دكتور ناصر، قلت بأن الحديث عن أن الحديث الآن عن ما حدث في 7 أكتوبر ومهرجان نوفا ليس له أهمية في ظل الدعم اللامحدود إلى إسرائيل، ما أهمية أن تخرج صحيفة كهارتس الإسرائيلية وتتحدث بأن حركة حماس لم تكن تعلم بهذا المهرجان، وأن القوات الإسرائيلية قامت بقتل بالخطأ عدد من المحتفلين في هذا المهرجان، ما أهمية الحديث عن هذا المهرجان تحديدا في هذه المرحلة من الحرب الإسرائيلية على القطاع؟ أهمية هذا هو العودة إلى بعض المهنية التي كانت قائمة سابقا، والتخلي عن الدعم الأعمى المقدم للكذب، للرواية الإسرائيلية الكاذبة، سواء كانت تلك المتعلقة ب7 أكتوبر أو المستمرة حتى الآن. شاهدنا مثلا الكذب الكبير والفضيحة الكبرى المتعلقة بمستشفى الشفاء مؤخرا، لكن الإسرائيليين والمتحدثين الإسرائيليين بيقولوا أي كلام، يعني بيطلع بيقول أصله حماس كانت، كان في مركز قيادة لحماس، وإذا هذا لم ينجح بيقول إحنا لم نقم بأي شيء، وإذا هذا لم ينجح وتم ضبطهم متلبسين بالجريمة بيقول لك إحنا سوف نحقق. طبعا هننسى هذا الكلام، لأنه إسرائيل سترتكب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. إذن الحقيقة يعني الوضع أصبح يتطلب إجراءات، لم يعد يتطلب مواقف نظرية فقط، لأنه الفضيحة كبرى قائمة، والجريمة الإسرائيلية قائمة، وحرب الإبادة قائمة، وكل شيء منشور ومعروف لدى الجميع. الآن يجب علينا أن نأخذ إجراءات، وإجراءات حقيقية يعني تقود إلى تغيير في ميزانها. دكتور ناصر، يعني هل ترى وكيف تقيم مسار الضغط الدولي لزيادة دخول المساعدات الإنسانية لأهل غزة للتخفيف من حدة الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 40 يوما، وهل ترى أن النظام الدولي الحالي بات عاجزا عن حماية الفلسطينيين؟ الجزء الثاني بكل تأكيد، يعني أنا مش بس بقى يعني الآن النظام الدولي عاجز عن توفير الحماية، النظام الدولي صار مضروب. يعني أنا قلت قبل قليل أنه كل المنظومة الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم التي نادى بها الغرب، كل هذا أصبح الآن الحقيقة يعني في حالة صعبة جدا وعم ينهار، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الأولى عن هذه النتيجة. إذن هذا أمر محسوم. أما هل يستطيع المجتمع الدولي أن يقوم بأكثر من ذلك؟ طبعا يستطيع. الحقيقة حتى لا نرى الصورة سوداء كاملة، بدأنا نرى بعض الشقوق في جدار الصد الغربي المؤيد لإسرائيل نتيجة ضغط الشارع ونتيجة التحركات والمظاهرات وإلى آخره، وبدأنا نشوف مواقف مختلفة قليلا من بعض الحكومات، مثلا أسبانيا، إيرلندا، بلجيكا، لحد ما فرنسا تتراجع الآن، بدأت الشقوق تظهر. وأنا أعتقد كلما زاد الصمود، كلما
قاد التحرك العربي إلى تغيير في ميزان القوى، سوف يضطر هؤلاء أكثر فأكثر طيب إلى اتخاذ مواقف عقلانية تقود إلى محاسبة إسرائيل. بالحديث دكتور ناصر عن المواقف العربية، وكما قلت لابد من التحول إلى إجراءات وليس البناء على تصريحات فقط، كما تتابع جولة لوزراء خارجية اللجنة المشكلة من القمة العربية الإسلامية لعدد من عواصم الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، كيف أو إلى أي مدى تعولون على هذه التحركات في وقت المواقف الخاصة بعدد من الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن هي داعمة لإسرائيل، استخدمت الفيتو لمعارضة وقف إطلاق النار، هل يبدو الطريق ممهدا كثيرا أمام هذه الجهود العربية والإسلامية لبلورة موقف دولي حقيقي يتعلق بوقف دائم لإطلاق النار؟ للأسف الشديد أنا لا أعتقد ذلك. والحقيقة مرة أخرى الموضوع موضوع ميزان قوة. الموقف العربي أنا أعتقد أنه موقف صادق، ولدى القادة العرب يعني نية حقيقية في المساعدة وفي وقف هذا العدوان، لكن الموضوع موضوع قوة. بالأخير هذا الأمر يحتاج إلى وقت، هذا الأمر يحتاج إلى تغييرات اقتصادية واجتماعية وعسكرية وسياسية وكل هذا. طبعا إحنا عادة بننتفض عندما تحدث مصيبة مثل المصيبة التي نعيشها ثم ننسى الأمر بعد ذلك، هذا لا يقود إلى نتائج حقيقة. مع ذلك التحرك مفيد لا بأس به، يعني أنه والله بنروح وبنيجي وبنجتمع مع الدول الخمسة وبنشوف بعض الدول الكبيرة وبنحاول نضغط عليها ونقول يا جماعة عيب ما بصير، شوف الوضع القائم حاليا، مفيد إلى حد ما، لكن لن يغير في جوهر الأمور، وستبقى الأمور كما هي بكل أسف إلى أن يتمكن الفلسطينيين والعرب من خلق حالة مختلفة وميزان قوة مختلف في مواجهة إسرائيل والعدوان الإسرائيلي. دكتور ناصر، هناك تباين في المواقف الأمريكية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرغم إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن حل الدولتين هو الطرح المنطقي لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلا أن هناك دعم أمريكي غير مسبوق لجيش الاحتلال على المستويين العسكري والسياسي خاصة، لو تحدثنا عن مخاطر اتساع الصراع في المنطقة وما المطلوب لإيقاف أو لعدم اتساع يعني هذا الصراع في المنطقة؟ والله أنا أعتقد أنه اتساع الصراع لم يعد احتمال قائم كثيرا، كان كذلك في وقت من الأوقات، وأتت الولايات المتحدة بأسطول كبير بمجموعتين حاملتي طائرات إلى المنطقة لمنع اتساع الصراع ولإرسال رسالة لكل الأطراف الأخرى بما في ذلك إيران وحزب الله، تقول أنه إذا تدخلتم فسوف نقوم باستخدام القوة المفرطة ضدكم وستكون هناك عواقب وخيمة، وبالتالي في الحقيقة لم تعد هذه الاحتمالية عالية. نأمل أن يبقى الضغط على الأقل حتى تخف المعاناة على شعبنا في غزة. هلأ بالنسبة للولايات المتحدة بشكل عام، هناك ذلك الموقف المزدوج، هناك الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل، ونحن نختلف بشكل تام وكامل مع الولايات المتحدة بشأن ذلك، وهناك بعض التمايز الذي بدأ يظهر في الموقف الأمريكي بينه وبين الموقف الإسرائيلي. تقول الولايات المتحدة على سبيل المثال أننا نريد هدى إنسانية، وقف إطلاق النار، ونريد إدخال المساعدات الإنسانية، ونحن ضد إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، نحن ضد التهجير القسري وهذا أمر مهم جدا، ونحن أيضا يعني ضد أي تغيير أو أي انكماش في مساحة قطاع غزة، كما ورد في مقالة الرئيس بايدن بالأمس في واشنطن بوست. إذن هناك بعض الجوانب الإيجابية من خلال هذا التمايز، لكن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وهذا الموقف المتماهي مع إسرائيل يشكك في حتى إمكانية الحفاظ على هذا الموقف. ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي كان بها نقاط إيجابية، مثلا أنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات ضد ما أسماهم المتطرفين الإسرائيليين في الضفة الغربية، يعني المستعمرين، هذا أمر إيجابي، لكن هل سيقوم بايدن بالحفاظ على هذا الموقف في مواجهة الضغط الإسرائيلي المقابل؟ هذا سوف نرى، ولكن كلما زاد العمل العربي
وكلما زاد صمود الفلسطيني كلما تحسنت الفرصة. طيب دكتور، قلت برفض التهجير القسري والعودة بأن هناك انتفاضة تحدث عندما تحدث مصيبة كالمصيبة الحالية وهي الحرب على قطاع غزة وبهذا الشكل العنيف. هناك نقاط لطالما كانت الجهود العربية وعلى رأسها الجهود المصرية عازمة فيها، وهو رفض التهجير القسري والعودة إلى حل الدولتين كحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإعادة إعمار غزة. كل ما يحدث وفي هذا المشهد الآن في قطاع غزة، ألا يلفت النظر إلى ضرورة العودة إلى هذه النقاط وتحديداً النقطة المتعلقة بحل الدولتين؟ وكيف يمكن أن نرى الموقف الإسرائيلي إزاء هذه النقطة في وقت يتحدث الموقف الأمريكي على التأكيد والموافقة مع الجهود المصرية والجهود العربية إزاء هذه النقطة تحديداً؟ طبعاً هذا أمر جيد. أنا أريد أن أشير قبل حل الدولتين، لأن الموقف المصري تحديداً في مواجهة التهجير القسري كان موقفاً فاعلاً وحاسماً لإفشال هذا المخطط الإسرائيلي ولو مؤقتا. تراجع المخطط الإسرائيلي وتراجعت الولايات المتحدة عن تأهيله، وأصبحت الولايات المتحدة تجاهر بموقف ضد التهجير القسري. لكن أنا الحقيقة يعني لا أرى أن هذا الموضوع انتهى، هناك احتمالات جدية في العودة إليه، وربما تهديد إسرائيل بقصف النازحين في جنوب قطاع غزة مقدمة لمثل هذا التغيير. إذا يجب أن نكون حذرين جدا في تعاملنا مع هذا الأمر، لأنه هذا سوف يشكل ضربة كبرى للقضية الفلسطينية وللأمن القومي العربي. وفي هذا المجال نحن، أنا شخصيا على الأقل، أؤيد بشكل مطلق الموقف الرسمي المصري في هذا المجال، وكذلك الموقف الذي يدعو إلى زيادة المساعدات الإنسانية، لأنه في الحقيقة المساعدات الإنسانية هي النقيض للتهجير القسري. إذا غابت المساعدات الإنسانية بيكون في ضغط أكبر على المواطن الفلسطيني من أجل الخروج من القطاع. أما فيما يتعلق بحل الدولتين فهذا أمر جيد، الموقف العربي والموقف الأمريكي. أنا فقط أريد أن أحذر فيما يتعلق بالعودة، أريد أن أحذر ضد العودة إلى ما يسمى بعملية السلام الأبدية. قعدنا 20 سنة وإحنا نحكي عن عملية سلام وحل الدولتين. أنا أفضل الحقيقة تعبيرات على غرار إطار سياسي يحدد الشكل النهائي للحل، يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال الوطني، يدعم وجود دولة فلسطين على حدود 67، ويدعم فكرة الاعتراف المتبادل بين دولتين فلسطين وإسرائيل. نفس النتيجة العملية، لكن لا نريد أن نكرر التجربة الأليمة السابقة، وحتى لا نفتح الباب أمام الخداع الإسرائيلي الذي يقول شيء ثم يفعل شيء نقيضه، أو الموقف الأمريكي الذي يدعم شيء حتى بصدق ولكن ليس لديه الرغبة أو القدرة على ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل. نعم دكتور، هناك مظاهرات كبيرة في عدد كبير من الشوارع الأوروبية تندد بجرائم جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، هذه المظاهرات في تزايد مستمر يوما بعد آخر. كيف تمثل استفاقة الرأي العام الأوروبي ضد ممارسات إسرائيل وسيلة ضغط على الموقف الغربي الداعم لتالي أبيب وأيضا الداعم للولايات المتحدة الأمريكية التي تطلق العنان لإسرائيل لتسفك مزيد من الدماء؟ هذا أمر مهم جدا الحقيقة، هذا ما تقوم به القوى، عديد من القوى الغربية. أنا أريد أن أشير بالجيل الجديد، الجيل الجديد من أصول فلسطينية ومن أصول أخرى في هذه البلدان المختلفة، وبلا شك أنه تحركاتهم قادت إلى نتائج. على سبيل المثال في بريطانيا تم إقالة وزيرة الداخلية البشعة التي كانت تقف موقف معادي تماما لكل هذه التحركات. في فرنسا نشهد الآن تراجعات جدية باتجاه يعني موقف أكثر توازنا في هذا المجال. أنا برأيي هذا نتيجة التحركات الشعبية والمظاهرات والاحتجاجات واحتلال محطات القطارات إلى آخره من كل هذا الكلام الذي تقوم به قوى ديمقراطية عديدة ومعظمها ينتمي إلى الجيل الشاب، ونحن نشيد بهذا. وعلى فكرة هذا موجود أيضا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، وربما هذا يعني يسبب بعض التفسير أو يقود إلى بعض التفسير لبعض التغييرات في الموقف الرسمي الأمريكي وبعض التغييرات في موقف الحزب الديمقراطي. ربما هذا أيضا
مهم جدا. إذا التحرك الشعبي هو موضوع مهم، تحرك الدول العربية ومحاولة اكتساب مزيد من عناصر القوة والتحول إلى إجراءات بدلا من اكتفاء بالمواقف اللفظية، هذا كله سوف يقود بكل تأكيد إلى دعم التغيير ودفع إسرائيل والولايات المتحدة وبعض القوى المؤيدة لها لتغيير مواقفها في هذا المجال. من مارسيليا جزيل الشكر للدكتور ناصر القدوة وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وكل هذه التفاصيل. أفاد مجمع ناصر الطبي بوصول 55 شهيدا بينهم 25 سيدة وثمانية أطفال ونحو 136 جريحا إلى المستشفى جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة الليلة الماضية. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت صباح اليوم بغارات مكثفة منطقة قرب مستشفى ناصر الطبي. استشهد عدد من الفلسطينيين فجر اليوم بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا في مخيم النصيرات بقطاع غزة، حيث استشهد 13 مواطنا بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة زهد في مخيم النصيرات بوسط القطاع. هذا وشهدت الأيام الماضية تكثيف غارات الاحتلال على مخيم النصيرات في قطاع غزة. ويقع المخيم جنوب وادي غزة الذي طالبت سلطات الاحتلال الذهاب له كونه ممرا آمن. المزيد حول المخيم في سياق العرض التالي مع الزميل خالد عاشور. برز اسم مخيم النصيرات خلال الأيام الماضية مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة، وذلك بعد وقوع العديد من المجازر في المخيم. ورغم ضيق مساحة المخيم واكتظاظه بالسكان، فقوات الاحتلال لم تتوقف عن قصفه. يعد مخيم النصيرات ثالث أكبر مخيم للاجئين في فلسطين بعد مخيمي جباليا والشاطئ، حيث تبلغ مساحته نحو 9.8 كيلومترات، ويقع في منتصف قطاع غزة ضمن المنطقة الوسطى جنوب غربي مدينة غزة على ساحل البحر المتوسط. تعود تسمية مخيم النصيرات بهذا الاسم نسبة إلى قرية النصيرات التي دمرها الاحتلال إبان نكبة عام 1948. يبعد المخيم عن مدينة دير البلح نحو 2.5 كيلومترات، وعن مدينة غزة 10 كيلومترات، ويحده من الغرب البحر المتوسط، ومن الجهة الشمالية وادي غزة، ومن الجنوب قرية الزوايدة، ومن الشرق مخيم البريج للاجئين. سكان المخيم البالغ عددهم أكثر من 80,000 نسمة لم تكن حياتهم في نعيم قبل 7 أكتوبر الماضي، حيث يعاني السكان من القيود الشديدة التي فرضتها سلطات الاحتلال خاصة على الصيد ومجالات العمل، وحتى على كميات المياه التي تصل إلى المخيم. ومنذ 7 أكتوبر الماضي تعرض المخيم الذي يقع جنوب وادي غزة كما قلنا، والذي اعتبره جيش الاحتلال منطقة آمنة بين قوسين، تعرض للعديد من الهجمات تسببت في عدة مجازر، لعل آخرها استهداف أحد المنازل، مما أوقع 80 شهيدا دفعة واحدة والعديد من الإصابات. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة باسم الأونروا طالبت بوقف قصف المخيم بعد أن طال العديد من المنازل ومؤسساتها التي تقدم خدماتها لمواطني المخيم، فضلا عن إيواء آلاف النازحين الفارين من جحيم القصف الإسرائيلي. ورغم دعوات التهجير القسري لسكان المخيم كباقي سكان قطاع غزة، فإن أهله رفضوا الخروج من منازلهم وفضلوا البقاء داخل منازلهم الضيقة المتلاصقة، فضلوا ذلك على الاتجاه جنوبا بحثا عن النجاة.
استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون، فيما لا يزال هناك العديد من الأشخاص محاصرين تحت أنقاض المنازل المدمرة جراء غارات الاحتلال العنيفة على منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة. وبسبب نقص المعدات استخدمت قوات الدفاع المدني والسكان أيديهم لحفر طريق لانتشال الناجين وجثث الشهداء. هذا وأفادت مراسلتنا بتدمير 4 مساجد في قصف للاحتلال على جباليا. طالب جيش الاحتلال المواطنين في جنوب غزة بترك مواقعهم والنزوح غربا. يأتي ذلك بعد نحو 3 أسابيع من مطالبته سكان شمال القطاع بالنزوح إلى الجنوب، مشيرا إلى أنه سيطارد قادة حماس بأي مكان في غزة. هددهم جيش الاحتلال بالنزوح إلى الجنوب، فنفذوا مجبرين تحت وطأة قصف قاس راح ضحيته آلاف الشهداء، والآن يطالبهم جيش الاحتلال بالنزوح من الجنوب، فإلى أين يذهب مواطنو غزة؟ الساعات الماضية شهدت تصعيداً كبيراً أكثر دراوة في مدينة خان يونس ومناطق أخرى في غزة، في ضوء استهداف جيش الاحتلال مساجد ومدارس ومستشفيات يفترض أنها تخضع لمظلة الحماية التي يكفلها القانون الدولي، الأمر الذي يضع المدنيين الفلسطينيين في مرمى النيران الإسرائيلية. مراقبون يرون أن الارتفاع الكبير في أعداد الشهداء من المدنيين الفلسطينيين يمثل ضغطاً دولياً على إسرائيل، مشيرين إلى أن تمركز المدنيين في الجنوب يجعل من تقدم قوات الاحتلال أمراً معقداً. وبالرغم من منطقية المراقبين في هذا الطرح، إلا أن جيش الاحتلال ومسؤولين كباراً في تل أبيب يرون أن هذه الضغوط لن تردع إسرائيل عن المضي قدماً في تنفيذ خطتها، مشيرين إلى أن عملياتها في الجنوب قد تستغرق 4 أسابيع. العنوان الأبرز خلال المرحلة الراهنة من حرب غزة هو أن إسرائيل لا تعبأ بدعوات وقف إطلاق النار أو الهدنة الصادرة عن دوائر إقليمية ودولية، مستندة في ذلك إلى ضوء أخضر أمريكي على ما بدا في تصريحات مسؤول أمريكي كبير لوكالة رويترز، مفاده أن إسرائيل ليس أمامها من خيار سوى شن هجوم في الجنوب إذا أرادت هزيمة حماس. وبالرغم من هذه الأهداف المعلنة، فإن ثمة مخاوف من أن التصعيد الدموي من جانب جيش الاحتلال يأتي في سياق خطة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرياً، ما ترفضه دول عربية وأجنبية، فضلاً عن رفض الفلسطينيين أنفسهم خشية تكرار سيناريو النكبة الأولى عام 1948. طريق صلاح الدين الرابط بين شمال قطاع غزة وجنوبه بات معبراً وسط الحطام تمر فيه قوافل النزوح القسرية. الطريق التاريخي بات الآن ممراً غير آمن لعبور الآلاف ما بين ماض مطموس ومستقبل غامض وحاضر مؤلم. على طول طريق صلاح الدين يعبر النازحون الفلسطينيون رحلة الآلام خروجا من شمال قطاع غزة نحو الجنوب، حيث أرادت قوات الاحتلال. طريق طويل ورحلة أصعب يجتازها الفلسطينيون مثقلون بالخوف أكثر مما يحملون معهم من متاع الحياة، ولا يبقى معهم إلا أمل في البقاء أحياء رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل والاستهداف المتعمد لحشودهم على الطريق الذي وصفته إسرائيل بالآمن. لقيت الشباب هذول في السيارة جوا، السيارة ما فيش فيها سيارة يابا، لقينا الشهداء 5 شهداء معهم حرمة واحدة، معهم حرمة تمام، وأربع شهداء مقرطين على الأرض. جينا وإحنا الشباب شلناهم على الطارة، لقيت رايحين على المستشفى وال يعني متحللين، للأمان إشي صعب جدا. طريق صلاح الدين يمتد من رفح جنوبا وحتى معبر إيرز شمالا،
وهو واحد من أبرز شارعين في غزة إلى جانب شارع الرشيد على ساحل البحر المتوسط. هذا الممر التاريخي الذي عبر من خلاله على مدى التاريخ جيوش مصر الفرعونية والإسكندر الأكبر ونابليون بونابرت وصلاح الدين الأيوبي، ها هو اليوم يشهد واقعا مختلفا اكتظ فيه النازحون الهاربون نحو الجنوب، سيرا على الأقدام أو ركوبا للسيارات أو حتى العربات التي تجرها الحمير. أطفال ومسنون وعائلات بأكملها تتجه جنوبا، بعضهم تعثر في جثث الشهداء الملقاة على جانبي الطريق أو نجا بحياته من استهداف إسرائيل على مدى الطريق. أمواج من النزوح وعائلات كاملة، رجال ونساء وأطفال فروا بأرواحهم على طول طريق صلاح الدين خوفا من بطش إسرائيلي وانتظارا لمجهول ينتظرهم في جنوب القطاع. أفاد موفد القاهرة الإخبارية في معبر رفح باستمرار تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى المعبر تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة. وكان ما يقرب من 150 ألف لتر سولار عبر أمس معبر رفح إلى المستشفيات بقطاع غزة ضمن الجهود المصرية في إعادة تدفق الوقود إلى القطاع. ويواصل معبر رفح استقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، فضلا عن مرور العديد من حاملي الجنسية الجنسيات المزدوجة. للمزيد ينضم إلينا محمد عبيد موفد القاهرة الإخبارية بمعبر رفح. محمد أهلا بك ومرحبا. استمرار تدفق شاحنات المساعدات، ونتحدث عن 150 ألف لتر سولار عبروا إلى قطاع غزة، واستمرار استقبال المصابين في المستشفيات المصرية. تفاصيل أوفى معك حول مستجدات الأمور. نعم شيماء، نستطيع أن نزيد من هذا الرقم، 150 ألف لتر زادت ووصلت إلى 200 ألف لتر بعد دخول شاحنتين إضافيتين محملتين بالوقود إلى قطاع غزة. إحداهما قد أفرغت حمولتها في الجانب الفلسطيني ومرت إلى الجانب المصري مرة أخرى، والأخرى الآن والثانية تقوم بإفراغ هذه الحمولة والعودة مرة أخرى. إذن هناك تدفق مستمر للوقود من الجانب المصري إلى داخل الفلسطيني لتقديم هذا الوقود، لا سيما لشركات الاتصالات والمستشفيات التي هي في حاجة ماسة إلى هذا الوقود. وعلى الرغم من الظروف الجوية القاسية التي تحدث الآن في معبر رفح، إلى أن المعبر لن يتوقف عن العمل والتجهيز الشاحنات للدخول إلى المعبر معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني. هناك أيضا استقبال ل 240 شخص من مزدوجي الجنسية، قامت بنقلهم أربع حافلات إلى الجانب المصري بعد الانتهاء من كافة الإجراءات داخل معبر رفح. هناك أيضا تواجد دبلوماسي كبير لإنهاء هذه الإجراءات من سفارات مختلفة. على مستوى أيضا المصابين، بالأمس وصلت عدد كبير من الحالات الإصابة، واليوم تنتظر هذه سيارات الإسعاف، والتي يقارب عدد هذه السيارات ما يقرب من 35 سيارة إسعاف، وهي تنتظر الأطفال المبتسرين أو الخدج، وهم هذه السيارات طبعا بالفعل هي مجهزة بحضانات حتى يتم استقبال هؤلاء الأطفال ونقلهم إلى المستشفيات المصرية. على طول الطريق أيضا شيماء هناك حافلات تصطف بالمساعدات الإنسانية، سواء التي تأتي من داخل مصر أو حتى المساعدات التي يتم استقبالها بطائرات تهبط في مطار العريش ويتم نقل حمولتها على هذه الحافلات وتنتظر حتى يأتي دورها لكي تنتقل إلى معبر رفح ومن ثم الذهاب إلى الأراضي الفلسطينية. إذن حالة من العمل لا تتوقف داخل معبر رفح من أجل وصول المساعدات من جميع الدول، ومنها من وصل بالأمس، هناك طائرات وهناك أيضا طائرات وصلت اليوم من السعودية والكويت وقطر، وأيضا دول أخرى تمهد لوصول هذه المساعدات، ويتم تجهيزها بالتنسيق ما بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني. هذه المساعدات تتنوع شيئا فشيئا، فأصبحنا نرى سيارات إسعاف تأتي من الخارج مجهزة بعنايات مركزة للدخول إلى قطاع غزة، مستلزمات طبية وغذائية وغيرها من الأمور التي يتم التنسيق ما بين الجانب الفلسطيني والدول التي ترغب في
إرسال مساعدات إلى قطاع غزة. إذن حالة من العمل لا تتوقف، استمرار، ورغم من هذه الظروف التي من المنتظر أيضا أن يكون هناك هطول للأمطار. عندما تحدثنا إلى سلطات المعبر قالوا أننا لن نتوقف عن العمل في أي حالة وفي أي ظروف جوية، والعمل مستمر والمعبر مفتوح على مدار 24 ساعة لتسهيل الإجراءات سواء لدخول المساعدات أو شاحنات الوقود إلى قطاع غزة أو حتى استقبال مزدوجي الجنسية والمصابين والأطفال الخدج الذين هم في أمس الحاجة إلى الانتقال إلى مصر لتلقي الرعاية الكاملة. وهذه السيارات تنتظر انتهاء إجراءات من الجانب الفلسطيني الدخول إلى مصر. أشكرك شكرا جزيلا محمد عبيد موفد القاهرة الإخبارية بمعبر رفح، شكرا جزيلا لك. يواصل مطار العريش استقبال طائرات تحمل مساعدات من مختلف دول العالم تمهيدا لإيصالها لسكان غزة عبر معبر رفح. وخلال الساعة الماضية وصلت إلى مطار العريش 6 طائرات محملة بنحو 196 طنا من المساعدات المتنوعة. ندد جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف بالهجمات التي شنها جيش الاحتلال واستهدفت مدرستين في قطاع غزة والتي أسفرت عن مئات الشهداء والمصابين. كما طالب إلدر بتوفير الحماية للأطفال والمدنيين في قطاع غزة وداعيا إلى ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق يفترض أن تكون آمنة في قطاع غزة، إذ قامت بقصف 3 مدارس في ساعات قليلة وهي أبو الحسين والفخورة وتل الزعتر، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم جيش الاحتلال منذ بدء الحرب على القطاع. وتعد هذه المجزرة الجديدة في 3 مدارس بشمال قطاع غزة دليلا على بشاعة وخبث نوايا جيش الاحتلال الذي يسعى إلى القضاء على القطاع ككل وطمس القضية الفلسطينية إلى الأبد. من مدارس إلى ثلاجات للموتى ومقابر، هكذا بات الوضع حاليا في قطاع غزة الذي تحول إلى مقبرة جماعية ضخمة يسعى الاحتلال الإسرائيلي حاليا إلى تهيئتها لدفن سكانها كافة بها. فلا مكان آمن في القطاع بعد الآن منذ الحرب الشرسة التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، وتحول كل شبر فيه إلى مقبرة تضم ساكنيها. فلم تسلم المدارس والمستشفيات من استهدافات آليات الحرب العسكرية والتي قصفت خلال ساعات قليلة 3 مدارس هي أبو حسين والفاخورة وتل الزعتر، كانت تستخدم كمأوى للاجئين إحداهن تابعة للأمم المتحدة. عشرات الشهداء والضحايا تناثرت دماؤهم في كل مكان، بينما أصوات القصف لا زالت مستمرة فوق رؤوس آلاف المدنيين، بينهم مئات الأطفال الذين اضطروا للاختباء في تلك المدارس هروبا من القصف الوحشي للاحتلال. صراخ الأبرياء ونداءات المجتمع الدولي وتنديده لم يصل إلى أذان جيش الاحتلال بعد، وكأنه تعمد إبادة كامل الشعب الفلسطيني دون الالتفات لأي قوانين إنسانية أو دولية. أكد المدير العام للمستشفيات في غزة محمد زقوط وفاة 4 من أصل 36 من الأطفال الخدج المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي. كما أشار زقوط إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بطرد الأطفال من مستشفى الشفاء ومستشفى الرنتيسي، كما أوضح أن جميع مستشفيات القطاع خرجت عن الخدمة ولم يتبقى إلا مستشفيان صغيران. زار وفد من منظمة الصحة العالمية مستشفى الشفاء في غزة وأشرف على إجلاء جميع الأطفال الخدج من المستشفى والذي كان عددهم
31 طفلا. وكانت الصحة العالمية أعلنت أنها تقود بعثة إنسانية مشتركة إلى المستشفى مطالبة بإخلاء المستشفى بعد تحوله إلى منطقة موت. كانت الصحة العالمية قد أعلنت أن مستشفى الشفاء لم يعد قادرا على العمل في ظل عدم وجود مياه أو طعام بالإضافة إلى نفاد الإمدادات الطبية. يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت المجمع الطبي الأكبر في قطاع غزة، كما قامت بفرض حصار مشدد للمستشفى. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن إحدى قوافلها تعرضت لهجوم متعمد من قبل جيش الاحتلال خلال إجلائها من مجمع الشفاء الطبي وسط غزة، ما أسفر عن استشهاد أحد أقارب موظفيها وإصابة آخر. كما أوضحت المنظمة أن القافلة كانت تحاول إجلاء 137 شخصاً، وهم من موظفيها الفلسطينيين وعائلاتهم من مجمع الشفاء. كما دعت المنظمة إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والسماح بالإجلاء العاجل لموظفيها وآلاف الفلسطينيين العالقين وسط القتال في شمال غزة. أكبر جيش الاحتلال الموجودين في مجمع الشفاء الطبي في غزة من مرضى ومصابين ونازحين وطاقم طبي، أجبرهم على إخلائه والتوجه سيرا على الأقدام خارج المستشفى. وأفادت مصادر طبية في غزة بأن 150 مريضا من الحالات الصعبة لا يزالون داخل المجمع لصعوبة خروجهم. بأي مفردات يمكن التعبير عما يجري في مجمع الشفاء في غزة؟ قصفه الاحتلال كغيره من المستشفيات، وخنقه حصارا ثم دمره اقتحاما. وأمام هذا كله اكتفت القوة الأكبر في العالم بأن تعلن أنها لا تؤيد اقتحام المستشفيات، وهي مفردة تحمل ضمنيا أنها ربما لا ترفض هذا الأمر. وأمام هذا الموقف أطلق جيش الاحتلال يده يعبث في غزة فسادا وارتكابا لآثام تقشعر لها الأبدان، بل وأعمال مجردة من الضمير الإنساني، فضلا عن تجاوزها الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. في تداع واضح لكل أخلاق ومفاهيم وأعراف الحرب، لم يكتف الاحتلال بالتعرض للطواقم الطبية والمرضى والجرحى والنازحين داخل مجمع الشفاء بأفظع أساليب الإرهاب والترويع والقتل، وإنما أجبرهم على إخلائه رافعين رايات بيضاء عبر مخرج واحد والتوجه سيرا على الأقدام إلى الجنوب. كيف يتسنى لمرضى ونازحين غالبيتهم أطفال ونساء ومسنون أن ينفذوا مثل هذه المطالب؟ تساؤل لا يحتاج جوابا. جريمة حرب علنية جديدة على مرأى ومسمع من العالم، تضاف إلى سجل غص بجرائم جيش الاحتلال الذي لم يتورع عن استهداف المساجد والكنائس والمدارس. وجاء اقتحام المستشفيات وفي القلب منها مجمع الشفاء لتضاف إلى هذه الجرائم السافرة التي عجز العالم عن إيقافها. أي عقل أو منطق يقبل أو يوافق على إجبار مرضى وعجائز وأطفال ونساء على السير عشرات الكيلومترات إلى جنوب قطاع غزة، والذي بات هو الآخر في مرمى الاستهداف الإسرائيلي؟ مجازر لا تتوقف، واستباحة لكل ما تحرمه القوانين، وترويع للمدنيين. جرائم ممنهجة تأتي في سياق خلق مناخ التهجير الذي يسعى الاحتلال إلى جعله أمرا واقعا، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي في اختبار من أجل الانتصار لقوانين ومبادئ حاول إرسائها لعقود، ولكنها الآن على المحك. ويعد مجمع الشفاء الطبي أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة. وقد تأسس عام 1946 في عهد الانتداب البريطاني في مدينة غزة، وتطور مع الوقت فأصبح أكبر مجمع طبي في القطاع، ويعمل به 25% من العاملين في مستشفيات القطاع.
من ناحيته قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن جيش الاحتلال يتعامل مع جميع المكونات الصحية في غزة على أنها أهداف يجب استهدافها. وأعرب الهلال الأحمر الفلسطيني عن عدم قدرته على تلبية الاحتياجات الصحية لسكان قطاع غزة. طلبت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر أرقوا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليات في حماية المدنيين والأطفال بقطاع غزة، وأيضا العمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والإنساني. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يوافق غدا الاثنين، أعلنت المنظمة تشكيل لجنة خبراء قانونيين لرصد وتوثيق تلك الانتهاكات الإسرائيلية بهدف تقديمها إلى منظمة الأمم المتحدة من أجل الضغط على الاحتلال وإجباره على احترام الاتفاقيات والأعراف والمعاهدات الدولية. نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطعا مصورا يظهر اشتباكات لمجموعة من جنوده مع لواء جولاني في غزة. كما أظهر المقطع اشتباكات دائرة مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية في منطقة الزيتون بقطاع غزة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وضابط في المعارك الدائرة شمالي غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بدء العملية البرية في القطاع إلى 60 قتيلا وإلى 380 قتيلا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر. يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد جيش الاحتلال توسيع عملياته العسكرية ضد الفصائل الفلسطينية في القطاع، كما أعلن أن قواته قامت بمداهمة حي الزيتون ومدينة جباليا بزعم استهداف البنية التحتية التابعة للفصائل. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت إن قواته ستبذل كل جهدها لإعادة المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية. وخلال مؤتمر صحفي زعم جالانت أن الفصائل الفلسطينية تفقد مقارا قياديا في غزة، مشيرا إلى أن قواته ستواصل توجيه الضربات لها. كما أكد أن الفصائل الفلسطينية ستدرك في الأيام المقبلة أن ما حصل في الشمال سيتكرر في الجنوب، لافتا إلى أن المعركة في قطاع غزة ستستمر وبقوة، وبعدها سيكون هناك سلام وأمن حسب قوله. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي غير قادرة على تحمل المسؤولية في غزة بعد الحرب، ومضيفا أنه لا يمكن وضع إدارة مدنية في القطاع تدعم الإرهاب. وخلال مؤتمر صحفي أكد نتنياهو أن العالم أجمع يمارس ضغوطا على إسرائيل لوقف الحرب، لكن تل أبيب ستستمر في القتال حتى تحقيق جميع الأهداف وتحرير المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. نظم آلاف الإسرائيليين مسيرة في مدينة القدس المحتلة بمشاركة زعيم المعارضة يائير لابيد وعدد من المسؤولين وعائلات المحتجزين في قطاع غزة. وطالب المتظاهرون الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو ببذل مزيد من الجهود للإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، معربين عن مخاوفهم من تعرض المحتجزين للأذى خلال الهجمات التي تحدث على قطاع غزة. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن إسرائيل اقترضت أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدوليين لتمويل حربها على غزة، لكنها اضطرت إلى دفع تكاليف الاقتراض المرتفعة. يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات السلبية للاقتصاد الإسرائيلي مع إطالة أمد الحرب على غزة. نيران الحرب في غزة اشتعلت في الاقتصاد الإسرائيلي وسط تكاليف باهظة وتوقعات قاتمة. الاقتصاد الإسرائيلي يواجه اختبارا قاسيا مع استمرار الحرب على قطاع غزة، إذ تفيد المؤشرات بأن هذه الجولة من المعارك ليست كسابقاتها،
حيث حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من تباطؤ اقتصاد إسرائيل. في غضون ذلك، توقعت وكالة بلومبرغ أن تكلف الحرب الاقتصاد الإسرائيلي نحو 260 مليون دولار يومياً، فيما خفض بنك إسرائيل توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري إلى 2.3%، بينما أشار إلى أن تكلفة الحرب العام الجاري ستتجاوز 35 مليار شيكل التي خصصتها وزارة المالية. صدمة أخرى يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي تتمثل في اقتراض إسرائيل 6 مليارات دولار لتمويل حربها على غزة، لكنها اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل حاد لإنجاز الصفقات وفقاً لفاينانشال تايمز. العائد على الديون الإسرائيلية بات أعلى بشكل حاد مما كان عليه قبل بدء الحرب، فبينما تدفع تل أبيب عوائد بنسبة تتراوح بين 6.25% إلى 56% على سندات تستحق في غضون 4 و8 سنوات، أصدرت تل أبيب سندات دولارية في يناير الماضي بعائد نسبة 4.5%. العبء المالي للحرب يزداد ثقلا على إسرائيل في ظل استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط للجيش ووقف حركة آلاف العمال الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل، ما تسبب في فجوة كبيرة وسط القوى العاملة. وبينما تواصل إسرائيل عدوانها الوحشي على قطاع غزة المحاصر، يبدو الاقتصاد الإسرائيلي أمام اختبار قاس وتهديدات تلوح بالأفق للنمو ومستويات الدين العام. إلى هنا تنتهي نشرتنا وهذه تذكرة بالعناوين. تحقيق يكشف عن ضلوع إسرائيل في قصف موقع احتفال يهودي في 7 أكتوبر على حدود غزة. 10 شهداء والجرحى من بينهم أطفال ونساء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم 44 على التوالي. اليونسف تدير الهجمات الإسرائيلية على المدارس بقطاع غزة وتقول إنها تشعر بالصدمة لاستهداف الأطفال والمدنيين. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا، والتغطية معكم مستمرة. بعد قليل الزميل أحمد أبو زيد يصحبكم في ساعات أخرى من هذه التغطية المتواصلة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ابقوا دائما معنا.